بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 71 بعد 102. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا أدرس في المعهد العلمي وأريد من فضيلة الشيخ كلمة لطلاب العلم، وما هو الحد الأدنى لتعلم الفقه الشرعي، وهل نكتفي بما ندرسه في المعاهد؟ مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن طلب العلم الشرعي نعمة من الله عز وجل، لأنه يقوم عليه الدين. الدين لا يقوم إلا على العلم الشرعي، والمعهد العلمي ولله الحمد فيه خير كثير، وفيه مقررات في مختلف العلوم الشرعية مفيدة، فأنتم في نعمة ولله الحمد. الواجب عليكم العناية بهذه المقررات في التفسير والحديث والفقه واللغة العربية والأصول، تعتنوا بذلك لأن هذا أساس العلم. هذه المقررات هي أساس العلم ومداخله. اختصارات مفيدة اختيرت لكم، ادرسوها حفظا وفهما عناية بها، ولا يكفي الدراسة في المعهد العلمي، إنما هذا أساس للعلم. فادرسوا أيضا الكلية، كلية الشريعة وأصول الدين واللغة العربية، ادرسوا الدراسات العليا، ادرسوا على المشايخ في المساجد إذا تحصلتم على شيء من ذلك. فطلب العلم ليس له حد. الله جل وعلا قال لنبيه: وقل ربي زدني علما. المسلم بحاجة والعالم بحاجة إلى الازدياد من العلم. العلم ليس له حد ينتهى إليه، ومن ظن أنه عالم فهو جاهل، أنه لا يزال بحاجة إلى العلم وإلى التزود من العلم ما أمكنه. نعم. يقول هذا السائل: أبو عبد الله، إذا وصلت قرب الجامع والإمام يخطب، هل يجوز لي أن أكلم أحد من الناس قبل دخول المسجد؟ إذا دخلت وجلست للاستماع فلا تكلم، أما ما دمت في الطريق فأنت ليس لك حكم الجالس والمستمع. نعم. يقول: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن مس الحصى فقد لغى؟ مس الحصى يعني مسح الأرض، خطط في الأرض، والخطيب يخطب فلا يواسي الأرض التي حولها أو يخطط فيها، لأن هذا يشغل عن الخطبة. قد لغى يعني لغى أجره، ليس له أجر، تكلف ولم يحصل على أجر. نعم. يقول: نود أن تشرحوا لنا يا شيخ حديث: ومن أحيل على ملي فليتبع. نعم، هذا في أصحاب الديون: لك دين على أحد وأحالك هذا المدين على من يسدده لك، فيجب عليك القبول إذا كان المحال عليه مليء، يعني عنده مال يقدر على السداد، وأيضا هو ليس بمماطل. أما إذا كان فقيرا أو كان مماطلا فلا يلزمك قبول الحوالة. الحوالة تكون على الدين وتكون بالدين أيضا، والذي ذكرناه حوالة بالدين. وأما على الدين، إذا كان لك دين على شخص فإنك تحيل عليه من يستلمه منه، بشرط أن يكون مليئا، المحال عليه مليئا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هناك عبارات يرددها البعض: اللهم بجاه فلان عندك أو ببركة فلان. هذا بدعة، لا يجوز السؤال بالجاه ولا بالحق ولا بالشخص، إنما يسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، أو تطلب من الشخص الصالح الحاضر عندك أن يدعو الله لك. أما الغائب وأما الميت فلا يطلب منه شيء، لا دعاء ولا غيره. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل يقول: هل تدريس العلم الشرعي أفضل شيء من الأعمال، وهل هو من الدعوة؟ نعم، تعليم العلم وتعلمه أفضل من نوافل العبادات، أفضل من نوافل العبادات، لأن نفعه يتعدى، وأما العبادات فنفعها قاصر على صاحبها. طلب العلم فيه فضل عظيم، قد جاء في الحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
وإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: من يدعو إلى نبذ الأخذ عن المذاهب والأخذ من الكتاب والسنة دون الأخذ من كلام الفقهاء، ما رأيكم بذلك؟ هذا غلط، إطلاق الكلام هذا غلط. ما كل الناس يستطيعون الأخذ من الكتاب والسنة، بل ولا واحد في الألف يستطيع الأخذ من الكتاب والسنة، إنما هذا في حق الأئمة الكبار كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي وأقرانهم من أهل العلم من الأئمة. وأما من نزل عن مرتبة الاجتهاد فإنه يسأل أهل الذكر، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويختار من أقوال الفقهاء ما يقوم عليه الدليل. إذا كان عنده أهلية لمعرفة الدليل إنه لا يأخذ كل قول على علات، بل يعرضه على الدليل. وإن كان ليس عنده أهلية بمعرفة الدليل فيسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. هل يمكن لشيخ صالح صياغة الفقه في وقت الحاضر بأسلوب العصر؟ الفقه مصوغ ولله الحمد وبلغة عربية وواضح، ما حاجة إلى صياغته، ما يصاغ أحسن مما صاغه العلماء، علماء الإسلام. ليس العيب في صياغة الفقه، العيب فينا نحن الكسالى المعرضون عن طلب العلم، العيب فينا ليس في صياغة الفقه، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. نعم. أخيرا له فقرة أخرى يقول: أرجو من فضيلة الشيخ أن يحدد كتب مناسبة للمبتدئ في دراسة الفقه. يا أخي، إن كنت تدرس دراسة نظامية فادرس المقررات التي عندك، وإن كنت تدرس على المشايخ فهم يحددون لك الكتب المناسبة يشرحونها لك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول شيخ هذا السائل: صليت في مسجد وكانت الأرض فيها أثار مطر ولكن السماء صحو، فجمع إمام المسجد ولكنني خرجت، فهل أنا مصيب؟ ثم ما ضابط الجمع في المطر؟ الجمع في المطر إنما يكون للحاجة، إذا كان المطر غزيرا يبل الثياب الذهاب إلى المسجد والرجوع منه يجوز الجمع، أو كان الأرض أصابها دحض بعد المطر، المطر توقف ولكن الأرض بقي فيها دحض ومستنقعات وطين، يجوز الجمع في هذه الحالة. وأما ما يفعله بعض الأئمة والكسالى وصبيان المساجد الذين تولوا الإمامة وهم من الصبيان ومن، فهؤلاء الحقيقة أنهم يعبثون بالصلاة بالإمامة، إذا رأوا في السماء قزعا أو شيئا من السحاب المقبل جمعوا ولو لم يحصل مطر، أو حصل مطر خفيف رذاذ ما حصل منه لا وحل ولا بل الثياب، ثم يجمعون، لا يصح جمعهم، صلاتهم العشاء غير صحيحة لأنها في غير وقتها. على المسلمين أن يتنبهوا لذلك وأن يأخذوا على أيدي هؤلاء السفهاء الذين يتلاعبون بالصلاة. وقد ذكر أنهم يجمعون لأجل يذهبون إلى الاستراحات والسهر، يجب على الجهة المسؤولة عن المساجد وهي وزارة الشؤون الإسلامية وشؤون المساجد، عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يتابعوا هؤلاء ويخلصوا المساجد من هؤلاء المتلاعبين، وأن لا يسندوا الإمامة إلا إلى من يقوم بها. نعم. الله إليكم على هذا التوجيه. فضيلة الشيخ أبو عبد الله يقول: اشتريت سيارة من شخص وقال لك الخيار لمدة يومين، إذا حصل فيها عيب فارجعها، ولما وصلت بلدتي وإذا فيها عيب كبير في الماكينة فرجعت له فقال: ما عندي لك شيء، هل من نصيحة لمثل هؤلاء؟ لا، العيب إذا لم تعلم به ولم يخبرك عنه فإن لك الرد للعيب في أي وقت تبين هذا العيب ولو بعد مدة، فإما أن تمسكها وتأخذ الأرش العيب، وإما أن تردها وتأخذ الثمن، ولا يحدد الرد بالعيب في أيام، بل متى ما تبين العيب فإنه يسوغ لك الرد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما رأي الشرع في نظركم الشيخ في المبالغ التي تدفع كخلو إيجار للأماكن والمحلات، سواء كان ذلك من المؤجر للمستأجر أو من المستأجر للمؤجر مأجورين؟ إذا تمت مدة الإجارة فليس للمستأجر حق يأخذ عنه مقابلا من المال، حرام عليه ذلك. إذا تمت المدة فإما أن يستأجر المحل مدة جديدة وإما أن يخلي المحل، خصوصا إذا طلب منه صاحب المحل، ولا يجوز له ما يسمونه نقل القدم، أنه إذا تمت مدته يأتي بأجير بعده ويأخذ عليه فلوس
يقول هذا نقل قدم، ما لك شيء في هذا، تمت مدتك وليس لك حق في هذا المكان. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. بعض الآباء يقوم بعضل ابنته فضيلة الشيخ، فما حكم الشريعة في ذلك؟ والأخت تريد من فضيلتكم توجيه حول هذا الموضوع. لا يجوز عضل النساء، بمعنى أن يمنعن من الزواج بكفء رضين به. فإذا خطب المرأة خطبها كفء لها في دينه وفي أمانته وهي رضيت به، فيجب على وليها أن يزوجها منه. ولا تعضلوهن، الله جل وعلا نهى عن العضل، قال ولا تعضلوهن، فنهى ولي المرأة أن يمتنع من زواجها، إما لأجل أن تخدمه أو لأجل أن يستثمرها لأنها موظفة يريد أن يأخذ راتبها، لا يجوز له، حرام عليه ذلك. المرأة تريد الزواج ويفوتها الزواج تبقى عانسا، ينصرف عنها الخطاب. عليها الأولياء النساء أن يتقوا الله، وأنكحوا الأيام منكم صالحين من عبادكم وإمائكم، أمرهم أن ينكحوا هؤلاء ولا يعضلوهم. وكان لمعقل بن يسار رضي الله عنه أخت مع زوج، فطلقها هذا الزوج طلاقا رجعيا أو طلاقا دون الثلاث، بينونة صغرى، بانت منه بينونة صغرى، ثم إن كل منهما رغب في الآخر وخطبها من أخيها معقل فأبى أن يزوجها إياه، فأنزل الله هذه الآية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فلا يجوز لولي المرأة أن يعضلها من كفء رضيت به. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل أرسل بسؤال يقول: من به سلس بول متكرر هل يتوضأ لكل صلاة؟ نعم، إذا كان البول لا يتوقف ولا يأمنه في كل لحظة، فإنه إذا أراد الصلاة بعد دخول الوقت، إذا أراد الصلاة بعد دخول الوقت، فإنه يستنجي ويضع على ذكره حافظا يمنع تسرب البول، ثم يتوضأ ويصلي في الحال، يعمل هذا في وقت كل صلاة. نعم. هذا أبو سعد من جدة يقول: الشيخ، إذا بقي على المرأة أيام من رمضان لم تصمها لعذر ودخلت أيام العشر، فهل يجوز لها أن تصوم هذه الأيام العشر بما فيها يوم عرفة نفلا قبل أن تقضي أيام رمضان الباقية عليها، أم تصوم هذه العشر بنية القضاء؟ الراجح أنها لا تصوم التطوع لا حتى تؤدي ما عليها من الفرض، قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، والست هذه نفل، كذلك مثلها نفل الصيام في غير الست. إذا كان عليها قضاء تبدأ بالقضاء ولا تخصصه بأيام العشر، تقول أصوم العشر علشان أحصل على فضل صيام العشر، تصومه في أي وقت تمكنت من أدائه، لأنه دين في ذمتها، ولا تؤجله إلى أن تدخل العشر وتريد أن تصوم القضاء وتحصل على أجر النافلة، لا، يجب عليها المبادرة بالصيام وتفريغ ذمتها. نعم. فضيلة الشيخ، هذه السؤال من إحدى الأخوات تقول: انتشر بين النساء هذه الأيام كريمات ودهونات لتكبير الصدر، فما حكم استخدام المرأة لمثل هذه الكريمات مأجورين؟ مسألة استعمال الدهونات والمساحيق للجلد لأنها تحتاج إلى هذا لا بأس به، أما إذا كانت لكبر الصدر ويغير الخلقة هذا أمر لا يجوز، هذا من عمل الشيطان، ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، ولعن المتفلجات للحسن، فلا يجوز هذا الذي يراد منه تغيير خلق الله بتكبير الصدر، تكبير الجسم أو ما أشبه ذلك. أما مجرد أنه دهون تاج إليها الإنسان لجلده أو لحساسية فيه لا مانع من ذلك. نعم، للحاجة لا مانع. نعم. أبو إبراهيم يقول: الشيخ، بالنسبة لكفارة اليمين لو دفعتها لعائلة مكونة من 8 أشخاص، يبقى عليك شخصان، 8 أشخاص ويبقى عليك شخصان لتكمل العشرة، أن الله جل وعلا قال: طعام 10 مساكين، فتعطي أهل البيت بقدر عددهم، وإذا لم يكملوا العشرة تدفع الباقي لمن يكملها من الفقراء الآخرين. نعم. يسأل فضيلة الشيخ
عن صيام وإفراد يوم الجمعة، وإذا كنت أريد أن أصوم ثلاثة أيام من الشهر ووافق جمعة؟ إذا كان يوم الجمعة تابعا لغيره فلا بأس، أما إذا أفردت يوم الجمعة أفردته بالصيام فهذا منهي عنه، هذا لا يجوز، نهى صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة إذا أفردته، أما إذا صمته مع غيره دخل تبعا. نعم. هل الدعاء يقول له أثر في دفع القضاء؟ هو من القضاء، إذا قدر الله أنك تدعو استجاب لك فهذا من قضاء الله جل وعلا، والله أمر بالدعاء وهو الذي قضى المقادير وقدرها، ومع هذا أمر بالدعاء، فلا يتنافى الدعاء مع القضاء. نعم. يقول: أرجو أن تفسروا الآية: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. نعم، إذا أردت القصاص من شخص فإنك تقتص بمثل ما جنى عليك ولا تزد على ذلك، لأن الزيادة ظلم، الظلم لا يجوز. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولذلك يسمى القصاص لأنه مثل بمثل ولا يزيد. نعم. الأخت أسماء أرسلت في مجموعة من الأسئلة تقول: هل لراتب المعلمة زكاة إذا كانت تدخر ذلك في البنك؟ نعم، إذا توفر لديها مال يبلغ النصاب وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة سواء كان من الراتب أو من غيره. نعم. تقول: ما كيفية البر في الميت؟ الدعاء له، الاستغفار له، الصدقة عنه، الحج أو العمرة عنه، كل هذا من البر به والإحسان إليه. نعم. تقول: إذا قرأت القرآن وأهديت ثواب تلك الختمة أو القراءة لميتي؟ لا يجوز هذا لأنه لا دليل عليه، فهو بدعة، لا يجوز قراءة القرآن عن الأموات أو إهداء ثواب القرآن لأنه لم يرد دليل بهذا، إنما ورد في الدعاء والصيام قضاء الصيام عنه أو الصدقة عنه أو الحج والعمرة، فالأصل أنه العمل للعامل وليس للإنسان إلا ما سعى، إلا ما ورد به الدليل من هذه الأمور فيخصص. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: نذرت الشيخ صالح أن أصوم شهر، هل أصوم هذا الشهر يوم بعد يوم أو متفرق أو متصل؟ حسب نيتك، ولكن لفظ الشهر يقتضي المتابعة، لفظ الشهر يقتضي المتابعة، لا تفرقه، لأنه لا يسمى شهرا إلا إذا كان متتابع، هذا الأصل في الشهر. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وعظم الله مثوبتكم على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في برنامج نور على الدرب. هذه تحية من مهندس الصوت الذي سجل هذا اللقاء عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.